ويومان من عملية الطوفان الأقصى كانت كافية لإفقاد إسرائيل السيطرة، وجعلت الضفة المحتلة أمام لحظات فارقة، حيث المقاومة تبدد تدريجيا بل تهشم ما تبقى من هيبة إسرائيل الزائلة. فلا قبتها الحديدية وعيونها المنتشرة قد نفعت، بل أن تل أبيب أصبحت أمام الأمر الواقع، فالصدمة ما تزال هي السائدة. عمل استراتيجي يصل حد المفاجأة المدوية التي استيقظ عليها سكان الخط الزائل، وهذا ما يجدد التأكيد أن قضية فلسطين محورية وتحتل مرتبة مركزية. نرحب بداية مشاهدينا بضيوفنا الكرام، رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري، أهلا بكم دكتور. وكذلك الترحيب بعضو مركز الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، أهلا بكم دكتور هيثم. ونبدأ من هذه المفاجئة، العملية المفاجئة، ربما مفاجئة للصديق والعدو على حد سواء، لكن إلى أي درجة مفاجئة أمام إيغال الكيان الصهيوني بجرائمه في الضفة وفي الأرض المحتلة بشكل عام؟ طبعا الحقيقة أنه ابتداء أرحب بك وبضيفك الكريم أستاذنا الدكتور عباس وبجمهوركم الكريم قناتكم الكريمة. العملية وإن كانت هي رد على جرائم الاحتلال الذي بدأ بالتصعيد منذ اقتحام مخيم جنين ورغبة المتعطش للدماء نتنياهو بالتصعيد والإيغال بدماء الفلسطينيين من أجل إيجاد حالة من الحرب على توحد الموقف الصهيوني خلفه بسبب صفقات الفساد التي اتهم بها والتي يحاول تغيير القانون الإسرائيلي وتقييد القضاء كي لا يستطيع محاكمته، بالتالي وكان يسعى إلى حرب توحد الصف الإسرائيلي خلفه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكون الحرب بهذه الطريقة. العملية كانت مفاجئة بكل المقاييس. آخر خطابات السيد المقاومة السيد نصر الله ومن تحدث عن اقتحام الأراضي الصهيونية، ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم حماس باقتحام أراضي الكيان، والكيان كان يتوقع أن يتم الاقتحام عبر الأنفاق، إلا أن هذه العملية جرت على الأرض وجرت من الجو وجرت من البحر ولم تكن تحت الأنفاق، وكانت هجوم بغي، يعني في لأول مرة أنه تشن فصائل المقاومة هجوم بغي بهذه السعة، وفي ساعات الغفلة استطاعت أن توقع خسائر كبيرة بالكيان الصهيوني. إلى الآن هو بتصريحاته وبمرتبك العملية شكلت فشل إعلامي للكيان بسبب تضارب التصريحات، فشل عسكري، يعني إصابة قائد المنطقة الجنوبية، مقتل عضو مجلس مدينة من المستوطنات، وآلاف القتلى وأكثر من 600 قتيل، يعني وآلاف الجرحى من غير المفقودين الذين هم حسب ما الإعلام الإسرائيلي 750 وربما أكثر. خلنا نتحدث عن الأرقام الإسرائيلية اللي بدأوا يعلنون عنها بداية هذه العملية. كانت أرقام الإعلام والجهات الحكومية الصهيونية تنطي أرقام محدودة نوعا ما، ليش هسه بدأت تعطي أرقام حقيقية؟ لا، هذه سياسة بالإعلام، أنه التزغيق بالخبر، أنه يعطي أرقام قليلة ثم كي لا يصدم الجمهور الإسرائيلي يقوم بتصعيد الأرقام شيء فشيء. ولكن هو كان لديه فشل إعلامي، المقاومين صوروا الكثير من العمليات ومن جثث الكيان ومن أسغاه ومن جرحاه، ثم تم بثه بالسوشيال ميديا في مواقع التواصل. كان هناك فشل إعلامي بالتصريحات للكيان، كان هناك في العملية فشل استخباري كبير، لأنه في الفترة الأخيرة كان هناك تنسيق بين الكيان الصهيوني والمنطقة السادسة الجيش الأمريكي، وبالتالي كان جهد استخباري كبير وعالي وتنسيق بين الكيان والولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين، في لبنان، في سوريا وفي مناطق غرب آسيا. هذا كذا عملية تتم تحتاج إلى تدريب وإعداد لفترة طويلة، تحتاج لمعدات ودعم لوجستي، تحتاج لأعداد لم يستطع أي جهاز استخباري إسرائيلي ولا الولايات المتحدة
التنبؤ بهكذا عمل بنوعية العمل تحديدا، لكن نوعية العمل وضخامة هذا العمل، ضخامة العمل وتوقيته بأساليب أيضا نوعية، هبوط مظلي، اقتحام دراجات، كان مفاجئ مسيرات يعني. هذه العملية ضخمة لابد أنها تم الإعداد لها قبل وقت طويل، كيف عجزت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عن كشفها؟ هذا هو ما يسجل أنه فشل استخباري كبير في الكيان الصهيوني، ويؤدي إلى وجود حصانة أمنية لدى فصائل المقاومة بحيث استطاعت أن تقوم بهكذا عملية بهذه الضخامة دون أن يشعر بها الكيان الصهيوني أو حتى حلفائه. وأيضا شكلت فشل عسكري هذا الجيش الذي لا يقهر، كسرت هيبته بل مرغت بالوحل عندما يشاهد الجنود الصهاينة وهم في ملابسهم الداخلية ويسحبون كالأغنام ويقادون إلى الأسر. فالحقيقة هذه الصورة التي كانت تسوق على الدول العربية والشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا بأن هذا الجيش لا يمكن أن يقهر، والقبة الحديدية والجهاز الاستخباري والشباك والموساد، كل هذا أثبت أنه وهم وأنه نمر من ورق تهاوى تحت أقدام المقاومة في هذا اليوم. دكتور عباس أهلا بك مرة ثانية. أهلا وسهلا بك. فشل استخباري، فشل عسكري، فشل دفاعي، فشل ذريع وللمرة الثانية للقبة الحديدية. كيف عجز تل أبيب في وقف عمليات المقاومة النوعية والآخذة بالتنامي تدريجيا، ونتحدث عن اليوم الثاني من هذه العملية؟ تحية وتقدير لك أستاذ بشار ولمشاهديك الكرام، وأيضا تحية وتقدير لأخي العزيز الدكتور هيثم. حياك الله. يعني المعطيات اللي شفناها في هذا اليوم هي من يؤشر مكامن القوة لدى المقاومة. البعض كان يتصور أن المقاومة تعمل تحت الأرض، ولكن كان واهم من يتصور أن ممكن هذه المقاومة أن تستمر للعمل تحت الأرض. اضف إلى ذلك البعد، يعني اليوم نتحدث، أنا حسب رأيي يجب أن لا نتحدث عن شيء اسمه مقاومة، نتحدث عن شيء اسمه ممانعة، لأن المقاومة هو الدفاع عن النفس، ولكن الممانعة هو أن تهجم على عدوك. ما حصل في هذه العملية هو تخطيط استراتيجي حقيقة وبخبرة كبيرة وبدراية كبيرة وبعزيمة كبيرة، لأن أحيانا السلاح وحده لا يمكن أن يقاتل ما لم تكن هناك إرادة حقيقية وعزيمة حقيقية. عندما تم وضع هذه الخطة، طبعا كان هناك خطة لإسرائيل أن تهجم على غزة وتتجاوز على بعض الأراضي والمدن وتهجر أهاليها. الأشهر القليلة الأخيرة هذه العمليات تزادت بشكل كبير. نعم، وخاصة ما حصل في ضرب المخيم جنين. نعم. أنا أعتقد شوف، أولى هذه البوادر عندما تم وضع طوقين من المجاهدين بغلاف غزة، الطوق الأول يتكون من 300 مجاهد، والطوق الثاني يتكون من 1100 مجاهد، وتركوا البقية يدخلون إلى المخيمات. سبقتهم رشقة من الصواريخ بحدود 5000 رشقة، ثم جاء المظل، ثم جاء بعده الطائرة، وهناك كانت أرضيات تسقط أي طائرة، وشفنا لاحظنا أنه تم إسقاط طائرتين عندما هجمت على غزة. هذا التداخل العسكري لأول مرة يحدث أنه قوات أو مجاهدين من فصائل المقاومة يدخلون إلى المخيمات أو يدخلون إلى المستوطنات ويرجعون ويعودون ويأخذون معهم، وهذا عدد الأسرى الذي بلغ لحد الآن أكثر من 100 شخص أو أكثر. وأضف إلى ذلك طبعا هي الإحصائيات ما يقبلون ينطوها بالنسبة للجانب الإسرائيلي، القتلى تعدوا مثل ما ذكرت، الأول يوم كان هناك أكثر من 900 جريح، 310 منهم إصابتهم بليغة جدا، تم نقلهم إلى مستشفيات. مدن بأكملها أصبحت فارغة. هذه العملية النوعية أنا أقدر أقول أسميها نوعية، البعض كان يراهن على أنها ممكن نهار كامل وتختفي، ولكن عندما تعززت في الليل وتعززت مساء صباح هذا اليوم ومساء هذا اليوم ولا زالت الآن مستمرة، هذا دليل أكيد على أن تلك المقاومة التي أسهمت في إيقاع الكيان الصهيوني بكل قدراته بكل قوته بكل ما يمتلكه
من قبة حديدية، من قبة برونزية، من قوات، من معدات، يمتلك 4000 رأس نووي، 400 رأس نووي. كل هذه اختفت أمام إرادة وإصرار المقاومة الفلسطينية. لذلك أنا أعتقد اليوم الهدف واضح، هدف استراتيجي أبعد من أن يكون أنه ضربة ممكن تضرب وترجع. طيب ذكرت الهدف، خلينا نتفصل نعم بالأهداف. نعم كنت أرد أسألك عن التوقيت، لكن الأهداف هي الأهم حالياً. شن أهداف هكذا عملية؟ نعم يعني حالياً المراقبين يتحدثون أنه ما ممكن تحرير الأرض المحتلة من هذا الكيان الغاصب بهذه العملية، وأن توسعت يعني أهدافها ونجاحاتها. شنو أهدافها إذا لم تقم بتحرير الأرض المحتلة؟ يعني إذا نريد نرجع، إذا أريد نرجع للتاريخ، فمنذ 73 لم تحصل عملية بهذا الحجم منذ عبور خط بارليف. آخر عملية كانت سيف القدس أيضا عملية نعم. مشرفة وكبيرة، لكن, ليس بهذا النوعية. الحجم ليس بهذا الحجم أنك تجلب أسرى وتقتل وتستعيد أرض، وبنفس الوقت فقط اليوم صباحا المصلين الذين دخلوا بيت المقدس وصلوا في فجر هذا اليوم هو إشعار كافي ودليل كافي وهدف سامي جدا أن تكون هذه الجموع لأول مرة تدخل. تدمير الجدار هذا اللي ما يسمى الغلاف، القبة الحديدية، القبة الحديدية، ضرب القاعدة المهمة جدا، ضرب قاعدة المشرفة والمطلة على غزة، هذه تم ضربها وأسر القائد فيها، قتل مدير الشرطة يعني الشرطة الاتحادية الخاصة بإسرائيل. الرعب، حالة الرعب. يوم أمس مساء إذا تتابع الصور خلت تل أبيب من أي بشر، لم يكن هناك أي أحد. دققت في المطارات، تعرف احنا نعتمد على العواجل، واحنا اليوم في مركزنا حقيقة شكلنا غرفة عمليات دوام مستمر ليل ومع الصباح لرصد كل الحالات ومن ثم بثها في جروبنا الخاص بنا وعدد من الجروبات اللي تخصنا. حقيقة وجدنا انه المطارات ازدحم فيها الناس لغرض السفر خارج اسرائيل. هاي المعنويات اليوم انت نعم اسرائيل تمتلك اسلحة وتمتلك معدات وتمتلك آليات وتمتلك كل مقاومات الحرب، لكن قل لي تمتلك معنويات؟ أنا قلت لك لا. البارحة عقدوا اجتماع في الساعة 4 عصرا، وكان من لم يتفقوا على شيء، كان من المقرر أن يعقدوا اجتماع في الساعة 8 ولم يستطيعوا عقد هذا الاجتماع. سعوا إلى البعد الرابع الثامن عفوا البند الرابع، هذا البند الرابع عنده أنه يعلن إلى الحرب ودعوة بعض قوى الاحتياط إلى الخدمة العسكرية. حقيقة كانت الدعوة يوم أمس حصلت ولم يستجيب لها استجابة حقيقية، أي أن كل الذين تم دعوتهم في الدور الرابع هذا العفو الدور الثامن من الاحتياط لم يلبوا دعوة، لأن الخوف والرعب الذي كان يصاحب على مستوى العوائل على مستوى الجنود على مستوى الأمن وعلى مستوى الشرطة. ولكن وسط كل هذه الحالات برز الجانب الإنساني لدى المقاومة الفلسطينية، فهم لم يعتدوا على النساء مثل ما كان يفعل الصهاينة، وكانوا حقيقة رحومين على الكبار من النساء والرجال، ولكن هذا طيب. أثبت بالدليل القاطع على أن هذا الكيان لا يؤمن إلا بلغة السلاح، ولا يؤمن وكان محتل أولا وأخيرا، ولا يؤمن طيب. بالمفاوضات والمواثيق الدولية كلها تجاوزها، يؤمن فقط طيب. في لغة السلاح. وأعتقد هذه الضربة كانت كفيلة بأن يتم تهديم عنجهيتها. لكن من الجانب الفلسطيني دكتور هيثم، شنو اللي تحتاجه فلسطين حاليا لإدامة وتعزيز معطيات تقدمها ووحدة ساحاتها وجبهاتها مثلا؟ استاذ بشار، احنا لو يعني نظرنا الى معركة سيف القدس التي دامت عدة ايام، ايضا كان هناك توقعات لمحللين انه ينهار الكيان الصهيوني في هذه الموقعة، وكان هناك بعض استراتيجيين الاسرائيليين الذين اصدروا تقدير موقف كان تقدير موقف سلبي جدا.
على المستوى الدولي قالوا بأن روسيا طالبت الفلسطينيين والكيان الصهيوني بأخذ جانب الحكمة وإيقاف الحرب، فهم ساووا بين المقاومة وبين الكيان، وهذا يعتبر غير عادل بالنسبة للكيان الصهيوني. الولايات المتحدة 11 يوم من المعركة ولم يتصل بايدن بنتنياهو بسبب الخلاف الذي كان بينهم وعلاقة نتنياهو برئيس ترامب. في الداخل الفلسطيني صواريخ المقاومة غطت كل أرض الكيان من الشمال إلى الجنوب وقصف حتى تل أبيب. كان لديهم تخوف ما يسمونه رينج فاير، وهي الفصائل المقاومة التي تحيط بهذا الكيان من الشمال حزب الله، من الشرق العراقيون والسوريون، وطبعا الجمهورية الإسلامية على رأس محور المقاومة، ومن الجنوب الحوثيون، وهم أرسلوا منظومات صواريخ جنوب إيلات خشية أن يتم قصفهم من اليمن. وأيضا في الغرب يعني غزة ووجود حماس والجهاد الإسلامي، وكان السيناريو المتوقع أن يتم إطلاق صواريخ بكثافة قد تصل إلى 1,000,000 صاروخ بنفس الوقت من كل فصائل المقاومة. ما هو الخيارات التي كانت مطروحة؟ كان يناقش هذا السيناريو، لم يكن أحد يتوقع أن يكون سيناريو أسوأ من هذا. أيضا كان بعد تهديدات حزب الله كان يتوقع أن تكون هجومات على الجبهة الشمالية، وكانوا يحسبون حسابات أن يقوم حزب الله بالاختراق، وهم يراقبون إذا كان وجود أنفاق على حزب الله. حزب الله دخل على خط الأزمة يعني على لسان السيد حسن نصر الله، السيد نصر الله يعني تهديد كل فصائل المقاومة حتى في العراق هم متربصون يعني ليسوا من ذكرت الفصائل المقاومة بالعراق وسوريا ولبنان والأرض المحتلة نفسها، تعتقد أنه الرد الصهيوني المتوقع ممكن أن يتوسع ويصل إلى رد شامل أو حرب شاملة على كل مناطق تواجد المقاومة ومحور المقاومة؟ طبعا هو كل الخيارات مطروحة، ولكن محور المقاومة فقط فصيل واحد، ليس لديه كل الإمكانيات، ليس لديه كل الإعداد، ليس لديه ربما يكون يعني فصيل مقاوم بطل مثل فصيل حماس، ولكن ليس لديه القوة اللوجستية الموجودة لدى حزب الله. استطاع أن يلحق بالكيان الصهيوني هكذا هزيمة نكراء. يعني المحور المقاومة يريد أن يعطي درس للكيان الصهيوني بأن فصيل واحد من المقاومة بإمكانه أن يؤدب هذا الكيان، ولكن إذا تمادى في غيه أو استهب إلى خيارات متهورة، فكانت هناك رسالة حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام من حزب الله إلى الكيان الصهيوني عبر مصر أنه إذا كان هناك هجوم بري أو اجتياح إلى غزة سوف يقتحم حزب الله مناطق الشمال، وإذا دخل حزب الله قد تتوسع المعركة لتشمل باقي فصائل المقاومة. جاد حزب الله بهذه القضية، هذا التهديد ممكن أن يستثمر الضغط الفلسطيني من المقاومة الفلسطينية. يعني المقاومة هي دعت أنه الفلسطينيين في الضفة وفلسطين 48 الذين في معركة سيف القدس أربكوا الداخل الإسرائيلي، هاجموا مؤسسات، نفذوا عمليات. إذا تسمح لي أقاطعك، الداخل الإسرائيلي أصلا عنده أزمة داخلية، عنده أزمة داخلية، هو في أضعف حالاته، وحاليا أزمة عسكرية أمنية عن طريق ضفة غزة. لكن ممكن أن يستثمر حزب الله هذا الضعف الصهيوني الإسرائيلي وفعلا يستثمر هذه الفرصة ويدخل على خط هذه العملية؟ ممكن إذا توسعت الحرب، ممكن يدخل حزب إذا الله، توسعت الحرب فصائل بحسب تهديده طبعا، ممكن أن تدخل فصائل أخرى. الكيان في أضعف حالاته، هو ليس أمامه خيار، حتى ما أعلنه نتنياهو ثم تراجع عنه بعدين خوله الكنيست بإعلان الحرب، هو تغوى في موضوع إعلان الحرب، بل الآن هو أرسل المصريين كواسطة إلى حركة حماس من أجل إيجاد لغة حوار و اطلاق سراح الكبار وصغار السن. والحقيقه هو يبدا بخطوات للتفاوض او يجس النبض عبر هذه المفاوضات. اتوقع انه سيغضخ لمطالب المقاومه، وربما سوف يخسر جزء اضافي من الاراضي تضاف الى قطاع غزه الذي به كثافه سكانيه اكثر من 2,000,000 شخص. هذه المستوطنات العشرين او السبعه التي استحوذ عليها المقاومين، 20 موقع ومنها 7 مستوطنات، ممكن أن
تضاف إلى حجم الغلاف، وممكن يكون تسوية بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، أكثر من 10,000 أسير في السجون الصهيونية، أعتقد إن شاء الله أنه يكون تحريرهم قريب. فالحقيقة أهداف كبيرة تحققت بهذه المعركة، وأبرز رسالة أعطتها لمستوطني الكيان أنه لا يوجد هناك أمان على هذه الأرض، والأفضل لهم أن يعودوا من حيث جاءوا. أرجع للدكتور عباس، وتوقيت هذه العملية، تزامن هذه العملية مع أزمة داخلية داخل الكيان المحتل، تظاهرات، اعتصام وعصيان عسكري، محاولة أحزاب المعارضة إقالة حكومة نتنياهو مثلا، كل هذه إلى أي درجة تشكل ضغوط على حكومة الكيان؟ تحدث الدكتور عن نقطة جدا مهمة في المحور الأول. حكومة نتنياهو أرادت أن تحدث إصلاحات في القضاء، وإذا رجعنا لهذه الإصلاحات اللي أشار لها الدكتور، هي من أجل التغطية على المفسدين من القادة العسكريين والقادة المدنيين، وهذا أزعج الموساد. وعلى فكرة التظاهرات التي حدثت في إسرائيل تبناها الموساد، هو من أحدث هذه التظاهرات، لأنه أصبح صراع بين المخابرات باعتبارهم يمثلون المخابرات، وبين السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية. لذلك هذا الوضع ولد نوع من الإرباك مسبقا، عدم وجود ثقة، عدم وجود مقبولية، أكو صراع داخلي. هذا جت هذه الضربة، هي حقيقة جت في وقت أصلا هو الكيان الصهيوني كان يعاني من أزمة، وهذه الضربة جت راد يغطي على أزمته من خلال اجتياح بعض المدن. تفاجأ بأنه المقاومة سعت إلى إقامة مثل هذه الضربة الكبيرة. أنا أعتقد توقيتها بهذا الوقت وقت جدا مهم، وحسب مناسب يعني. مناسب جدا. وحسب المعلومات اللي نمتلكها من خلال مصادرنا، أنه هناك زخم من الصواريخ قد لا يتوقعه أحد، موجود لا زال لم يطلق على صواريخ. من جابوها؟ الصواريخ فعلا إيرانية؟ طبعا أكيد كان للجمهورية الإسلامية موقف مشرف من هذه العملية، واحد ما ينكر هذا الشيء، لأنه دعمت القضية الفلسطينية، وهذا ليس عيبا. دا يركزون الإسرائيليين على اتهام الجمهورية الإسلامية يعني حتى بهذا الموضوع. في خطابة شكر الجمهورية الإسلامية، هذا ليس عيبا وليس يعني خافيا عن أحد. طيب معروف الدعم، نعم، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن أكو ورش داخل، لكن ممكن تستثمرها إسرائيل هذا الدعم الواضح بأدلة أو بدون أدلة، ممكن تستثمره لإشراك الجمهورية الإسلامية بأي حرب شاملة إن حدثت فعلا، تجرؤ إسرائيل على هذه الخطوة؟ لا تجرؤ، لأنه اليوم ليس من حق كل واحد يستورد سلاح، أي واحد كان يعني اليوم عندما تتعرض أي بلاد إلى المخاطر من حق الدولة تستورد، ومن حق الفصائل باعتبارها تتعرض إلى هجوم وإلى بشرط موافقة أمريكا. مهنا إذا نقول أنه اليوم نرهن المقاومة بالمشروع الأمريكي والموافقة الأمريكية، انتهى دورها كمقاومة، لكن المقاومة الفلسطينية لا تعترف أصلا بقرارات أمريكا، لأن أصلا الكيان الصهيوني هو لا يعترف بقرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا كل القرارات التي اتخذت في كثير من القرارات وكثير من الجلسات وكثير من الاتفاقات، هذا ما اعترف به. فلذلك اليوم ليس يعني ما معقول اليوم نطلب من المقاومة أنه تلتزم بقرارات أمريكا، لا، بس من حقها أن تستورد. معظم هذه الأسلحة صنعت داخل فلسطين، نعم، وهذه الصواريخ يعني الفعالة جدا جزء منها كبير صنع حديثا، الطائرات أيضا صنعت حديثا، موجودة أكو مصانع وأكو موجودة ورش تقوم بتصنيع هذه الصواريخ وسيارات ودرونات، نعم، نعم، وصواريخ، وشفنا المظليات، كثير من الأدوات المظليات استعملت، يعني المظليات، شوف هذه المظلة التي تم إطلاقها، يعني كنت أستمع إلى عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية
انه هذه الشجاعه التي تجعل المظلي بدون اي حمايه بدون اي شيء يطلق نفسه باتجاه العدو حتى يوصل الى الهدف المعين، وهو مخلي بباله كل التوقعات اللي ممكن وردات الفعل من قبل العدو ان يضرب بقناص او يضرب بطلقه او كذا. بعدين التقنيه اللي اوقعت الطائرات، وهذا جعل الكيان الصهيوني يتراجع في الضرب بالسنتيات. نعم. وركز على الطائرات العمودية التي ترتفع على ارتفاع عالي وتضرب طلقات، لأنه السنتيات التي أطلقت بعض الصواريخ برشات على بعض المناطق وقعت يعني في لحظات وأصيبت إصابات دقيقة وكبت في نفس المكان وأحرقت. هذا يخلي توقيت، هذا التوقيت السليم اللي جاء في هذا المرحلة، لأنه أنت عندك عدو متغطرس تجاوز كل القيم الإنسانية وكل القيم السماوية وكل الأعراف، وطالما يعني عبث في أمن بلادك وقتل ونهب وسلب، ولذلك نرجع من صبرة وشاتلة مرورا بمحمد الدرة إلى الشيوخ الأجلاء الذين استشهدوا في فلسطين، يعني إذا أريد نسجل آلاف الضحايا اللي ارتكبها العدوان الصهيوني، فلا نستغرب أنه عندما تكون ردة فعل بهذا المستوى ردة الفعل. نعم. أنتقل لك دكتور هيثم، رد الفعل أمام هذه الضغوط اللي تتعرض لها حاليا حكومة الكيان الصهيوني، هي مجبرة على إيجاد رد فعل أمام هذه العملية، لكن برأيك كيف سيكون رد الفعل؟ ممكن فعلا أن يكون رد فعل قاسي؟ المقاومة قامت بهذه العملية طوف الأقصى، ما كان تتوقع أنه يكون رد فعل قاسي من الصهاينة؟ أتوقع أنه المقاومة حسبت الموضوع بشكل دقيق عبر الحصول على عدد كبير من الأسرى. نعم. والكيان الصهيوني ليس من خياراته ترميم الأمن الإسرائيلي في هذه المرحلة أو إعادة اعتبار للهيبة العسكرية الإسرائيلية، وإنما أول همه هو إيقاف الخسائر، لأن إيقاف الخسارة ربح كما يقولون. وعليه أعتقد أنه بعد التهديد والوعيد سوف يلجأ إلى التفاوض، وهو فعلا يعني وسط. نعم. مصر من أجل التفاوض، وأعتقد سيصل إلى صيغة تفاوضية بتنازلات أكثر لفصائل المقاومة بتحرير للأسرى المقاومين بالحصول على أراضي أكثر لقطاع غزة، يعني إن شاء الله نشهد تحرير أراضي أكبر وضمها لهذا القطاع بسبب الكثافة السكانية الكبيرة. نعم. التي موجودة به، هذه مشكلة لابد أن تحلها المقاومة عبر الأوراق التي تمتلكها. أيضا لابد أن يكون هناك احترام لموضوع المقدسات وعدم التجاوز على الأقصى، وإلا يعني طوفان آخر مثل هذا ممكن أن ينهي الكيان. لكن دكتور، ما تقوم به إسرائيل حاليا من قصف عشوائي، إسرائيل فعلا بدأت بردها، لكن رد فعل مجرد رد فعل غير مدروس، قصف عشوائي على قطاع غزة. القصف العشوائي يعني هذا في بداية يعني منذ بداية الصباح اليوم. نعم. ولكن أعتقد أن على الكيان أن يراجع نفسه ولا يتصرف بهكذا غباء. قصف عشوائي على مدنيين مو مثل أهداف المقاومة بدأت بها أهداف نوعية، ثكنات عسكرية، طرق للجدار. هذا القصف العشوائي عادة ما يؤشر إلى تخبط عسكري وسياسي في ذات الوقت. لا، هو يريد أن يوقع خسائر مكافئة في المدنيين. مدنيين؟ لسببين. السبب الأول أنه يقول أنا ضربت الكثير من قتلت الكثير من الفلسطينيين بعدد موازي لمن قتل من جنود الكيان الصهيوني. الأمر الثاني استراتيجية لدى الكيان الصهيوني هو استراتيجية الماء والشبكة، الماء والسمكة. يقول أنا لا أستطيع أن أصيد السمكة، علي أن أفرغ الماء. يعتبر الجمهور والمدنيين هم حاضن المقاومة، والمقاومة هم الأسماك. فإذا كان لا يستطيع أن يصيد السمك، عليه أن يستهدف الماء، وبالتالي قتل المدنيين هي استراتيجية لدى هذا الكيان المجرم. ولكن أعتقد أن المقاومة بهكذا أعداد من الأسرى ربما توزعهم على البنايات المستهدفة وعلى المجمعات السكنية التي يستهدفها الكيان، وقد هو يقوم بقتل أفراد الكيان الصهيوني المأسورين لدى المقاومة، وهؤلاء هل هم موجودين في داخل الكيان؟ هذا يشكل ضغط نفسي آخر على حكومة الاحتلال. أعتقد لا يوجد يعني حل عقلاني أمام هذا المجنون إلا أن يلجأ إلى التفاوض. طيب
جدلا لو تخلص نتنياهو من هذه الحرب الأمنية العسكرية، شلون راح يخلص نفسه بالمقابل من أحزاب المعارضة اللي تنتظر الفرصة للانقضاض على نتنياهو وحزبه؟ يعني هذا الإخفاق العسكري الأمني الإعلامي بكل المقاييس هو فشل حكومة نتنياهو. كانوا من يتحدث عن نتنياهو يقول إنه من رؤساء الصقور، من يستخدم القوة، من يستخدم العنف. الآن مع هكذا هزيمة أعتقد أنه خرج من خانة الصقور ودخل في خانة الدجاج، فبالتالي سوف ينتهز معارضوه هذه الإخفاقة من أجل إسقاطه سياسيا، فضلا عن وجود تهم الفساد التي تحيط به ومحاولة تغيير الدستور من أجل سد هذه الثغرات حول في القضاء وجعل القضاء خاضع له، ثم لجوءه إلى موضوع التمويل. الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن مساعدتها الكيان وأرسلت 8 مليار، في نفس الوقت الذي اشترط عند تمديد سقف الدين لرئيس بايدن أن يوقف الدعم عن أوكرانيا، وتم إقالة رئيس الكونغرس لأنه جدد رفع سقف الدين لرئيس الأمريكي. كيف سوف يقوم بصرف هذا كذا مساعدات؟ هل سوف تكون على حساب أوكرانيا؟ هل سيأخذ مما مخصص لأوكرانيا يرسله للكيان الصهيوني، أم سيضغط على دافع الضرائب الأمريكي مرة أخرى ويحمله أموال تدفع إلى الكيان الصهيوني؟ الحقيقة الوضع في داخل الكيان معقد، وفي جبهة الكيان مع حلفائه معقد أكثر. طيب، المجتمع الدولي العالم الغربي تتوقع كالعادة سينظر إلى هذه العملية وإلى إسرائيل بعين العطف ككل مرة؟ طبعا المجتمع الدولي الغربي، أنا لا أقول المجتمع الدولي لأن الغربيين لا يشكوا المجتمع الدولي. نعم، لا. المجتمع الدولي، نحن فقط في آسيا لدينا نصف سكان العالم، أكثر من 3.5 مليار مواطن يسكنون. أنت تحكي عن الدول العربية وإسلامية هي أغلبها مطبعة. نعم، تطبيع على المستوى الرسمي وليس على المستوى الشعبي، والدليل العملية التي قام بها اليوم مواطن مصري بقتل يهود في داخل الإسكندرية، لأنه الشعب المصري كشعب وشعوب العربية كلها ترفض وجود الصهاينة والتطبيع معهم وأن يدخلوا إلى أراضي المسلمين في حين هم يغتصبون المسجد الأقصى. يوجد تطبيع رسمي ولا يوجد تطبيع شعبي، ومع هذه الخسارات أعتقد أن من يطبع سيراجع يعني نفسه في موضوع التطبيع. بقي شيء أحببت أن أضيفه، ما تفضل به دكتور عباس، قال بأن الكيان كان يخطط أن يقوم بعملية مباغتة. الحقيقة وكان لديه هذه النية لمهاجمة غزة والضفة بوقت واحد، ولكن موضوع طرح موضوع التطبيع مع العربية السعودية جعله يؤجل هذه العملية، ثم تلقى صفحة طوفان الأقصى التي أعتقد يعني ستعيد حساباته 100%. على ذكرك للمطبعين، كيف استقبلوا وشاهدوا انهيار منظومة الكيان وعجز عن حماية نفسه بعد أن كان يعول المطبعون على حمايتهم من قبل هذا الكيان؟ يعني أنا أتذكر كلمة لغاندي كان يقول يعني أعظم ابتكارات الولايات المتحدة الأمريكية هي هوليوود، ففكرة الإعلام وصناعة الصورة الذهنية هي أفضل ما أنتجته الحضارة الأمريكية. نحن شاهدنا أنه في الشرق الأقصى ربما الولايات المتحدة تلقت عدة هزائم بعدة مناطق، والكيان الصهيوني تلقى هزائم بعد أن سوق على العرب لمدة 70 سنة بأنه جيش الذي لا يقهر، وأن الجيوش العربية في 5 حروب لم تستطع أن تنتصر على هذا الجيش، وأول معارك مع حزب الله العرب يقول الحرب السادسة والكيان الصهيوني يقول الحرب الأولى، لأنه أول مرة يدخل في قتال حقيقي. كان يرسل قادة الجيش من رؤساء عملاء، وبعضهم يسحب الجيش، بعضهم يعطي أسلحة فاسدة، ثم يلحقون به هزيمة مع وجود قوات الناتو مع الكيان الصهيوني بلباس الجيش الصهيوني، ويقال بأن العرب خسروا الحرب أمام هذا الكيان الغاصب. اليوم هو يواجه مقاومة حقيقية، يواجه قتال حقيقي، وحسب تعبيراتهم أن ما نشهده الآن في الكيان غير معهود في كل حروبنا السابقة. طيب دكتور عباس، الدعم أشهدنا
لهذه العملية وللأخوة الفلسطينيين كما ذكر دكتور هيثم. هذا الدعم الشعبي الواسع والكبير لعملية طوفان الأقصى مثل المسيرات اللي شهدناها كمسيرة الشعب اليمني صباح أمس انطلقت بعد العملية بوقت قصير رغم المعاناة والمأساة اللي يعيشها هذا الشعب المظلوم، ومختلف الدول العربية والإسلامية داعمة لهذه العملية ولتضحيات الفلسطينيين. إلى أي درجة تثبت أن القضية الفلسطينية ما زالت حية؟ طبعا احنا اليوم اعتقد الدكتور اشار الى نقطة مهمة جدا، هو اليوم لابد لنا ان نشخص الشعب عن يعني نفرز الشعب عن السلطة. طيب، لان معظم لدينا احنا كثير من القادة العرب هم سائرين في طريق التطبيع، هذا لا يعني ان شعوبهم قابلة رافضة يعني او رافضة للشعب الفلسطيني او غير مؤيدة للانتفاضات، لا بالعكس، ما قام به الشعب اليمني هو نتاج واضح بأن الشعوب العربية الحية لا زالت تؤمن إيمان مطلق بقضية فلسطين، خذها مني. والدليل على هذا يعني قضية فلسطين ليس فقط إسلامية، يعني كنت يوم أمس أشاهد مباراة كرة قدم في بريطانيا، رفع العلم الفلسطيني داخل المباريات وأكثر من علم، وهذا يعني أن ضمير العالم يشعر بمرارة ما وما يعيشه الفلسطينيون خلال الفترات الماضية. الزخم الجماهيري مهم جدا، يعني عندنا على مستوى العراق صدرت بيانات من الحكومة ومن رؤساء الائتلافات ومن رؤساء الأحزاب، وهي حقيقة يعني لها دور كبير في رفع المعنويات. يوم أمس شاهدنا أنه حتى الأناشيد والأغاني، يعني الآن إذا تدخل إلى التوك توك تجد أن معظم الأناشيد أصبحت تستخدم في فلسطين وهي أناشيد عراقية. نعم، وهذا يسوي تواصل بين الشعوب، يعني رغم أزمة سوريا وما مرت به وضربة سوريا الأخيرة للكلية الحربية والعسكرية في 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 إحدى المدن السورية في حلب، لكن الشعب السوري كان مؤيدا ومنتفضا وبنفس الوقت أيد بكل فصائله وبكل ما موجود هذه العملية. الشعب اللبناني رأيناه كيف أنه هرع من خلال الدراجات إلى الحدود. الشعب الذي قمع من قبل سلطته، الشعب الأردني أيضا تحرك على الحدود ولكن قمع من قبل السلطة. كثير من الشعوب، لعل الدولة يعني الأفضل في الخليج هي قطر حقيقة. نعم. كان لها مواقف مشرفة خلال هذه اليومين، تابعت أنه كان دور كبير لهذا الشعب القطري وحتى على مستوى القيادات. لحكينا عن موقف الحكومة العراقية، الحكومة بيان الحكومة العراقية اللي وصف بأنه أقوى وأكثر بيان معبر. أردت أجيك أوصف لك. لا، هو أرد أسألك يعني حتى ما إلى أي درجة ممكن اعتبار تناغم بين الموقف الشعبي والحكومي بالنسبة لقضية فلسطين على مستوى العراق؟ هذا شيء واضح أنه اليوم حتى الطفل الصغير يتبنى قضية فلسطين. اليوم الحكومة لا تستطيع أن تنسلخ عن الشعب مهما كانت، رغم وجود هذه الضغوطات الأمريكية الكبيرة، رغم الضغوطات ورغم تواجد السفيرة ورغم أنه عتبنا أحيانا على بعض المسؤولين لأنهم يستقبلون السفيرة، لكن عندما يكون المصير واحد وعندما تكون الإرادة تتطلب من الشعب العراقي والحكومة العراقية والأطراف العراقية أو السياسيين العراقيين، ولا ننسى دور المقاومة، المقاومة العراقية الأصيلة، الفصائل الذين حقيقة هم أمل العراق في 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 دحر أي عدوان، هذا لا يمكن أن ننساه. هؤلاء جميعهم يوم أمس توحدوا، وحتى أن الأخوة في التيار الصدري يوم أمس فتحوا استمارات للتطوع، وكثير من الفصائل التي أصدرت بيانات وأصدرت وأيضا تنسيقية المقاومة أصدرت بيان، حركة النجباء، كتاب حزب الله وجميع الحركات المقاومة أصدرت، واليوم كان هناك استعراض لحركة النجباء. كل هذه المواقف تتناغم تماما مع الحكومة في سبيل هذه القضية.
لا يمكن الاختلاف على قضية فلسطين، خذها مني، لا يمكن. مع نعم القوى السياسية مختلفة فيما بينها، متصارعة فيما بينها، لكن قضية فلسطين لا يمكن أن تكون معيار خلاف، لأن القضية الفلسطينية لدى كل العراقيين موجودة حقيقة. وأعتقد أكثر شعب خلال هذه اليوم وأمس واليوم تفاعل مع معطيات المعركة هو الشعب العراقي بكل طوائفه. يعني يوم أمس كانت هناك مظاهرات في البصرة، مظاهرات في ساحة التحرير، مظاهرات في الناصرية، مظاهرات في بعض المدن. وهناك يعني اليوم إذا تمشي بالشارع حقيقة، تركب في السيارة، تسير، تجلس في المقهى، الكل يتحدث عن النصر الفلسطيني. لم أرى أحدا يخالف ما يقال. لذلك كان لزاما على الحكومة أن تتمسك بثوابتها الوطنية طالما هناك أكو ثوابت شعبية تؤمن بقضية فلسطين وتؤمن بهذه المرحلة وهذه التجربة. اليوم يعني وقد يشاطرنا الرأي زميلي العزيز وأخوي الدكتور هيثم، الله يحفظك، قضية فلسطين لم تعد لا للعرب ولا للإسلام، قضية فلسطين قضية مصيرية. كل أحرار العالم اليوم يشعرون بالمرارة اللي عاش الشعب الفلسطيني، كل الأحرار في العالم يشعرون بقيمة النصر اللي تحقق البارحة. النصر اللي تحقق البارحة لم يكن فلسطينيا وحده، ولم يكن عربيا، ولم يكن إسلاميا، كان نصرا. طيب ما هذا النصر ماذا يعني بالنسبة لي مقابل إعلان محمد بن سلمان استعداد المملكة للتطبيع قبل أيام؟ نحن اليوم إذا أريد نتحدث عن الحكام العرب ربما قليل الكلمات بحقهم، لأنهم ساروا في طريق العمالة. والدليل على هذا البلد الوحيد الذي دعا إلى عقد قمة مفتوحة عربية هو العراق، والجامعة العربية أنا سميتها ميتة سريريا، مجلس الأمن وأمم المتحدة حقيقة أثبتوا فشلهم، وحتى المنظمات الدولية والإنسانية أثبتوا فشلهم في الوقوف مع قضية فلسطين. فما معقول اليوم يجون يقفون مع الكيان الصهيوني عندما يتعرض جنوده إلى القتل وإلى السحل وإلى هالأمور، لأن الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية فعل جرائم كبيرة ولم تتحرك هذه الجهات. يا أخي اليوم الجامعة العربية صار يوما يفترض اليوم أن تكون يعني جلسة طارئة لوزراء الخارجية، العمل على دعم فلسطين. يا أخي استحقاقات فلسطين في الجامعة العربية من قبل الدول لم تعطى، فقط العراق يدفع وبقية الدول لا تدفع. فلا تستغرب اليوم من ابن سلمان أو غير ابن سلمان عندما يدعو إلى التطبيع. لكن كلمني، هل الشعب السعودي يرضخ لمتطلبات سلمان في سبيل أن ينسى قضية فلسطين؟ أنا أنطيك يعني كلام أنه ما سمعته من قنواتهم ومن إذاعاتهم أن الشعب العربي بكل أشكاله، الشعب المسلم، لا يمكن أن يرضى بأن تكون فلسطين فريسة للكيان الصهيوني مهما كان. أما ما 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 ودعا أيضا ليس فقط على التطبيع، البلد الوحيد اللي دعا يوم أمس إلى وقف القتال والبدء في مفاوضات، وهذه لغة المنهزمين. نعم يعني ربما الكيان الصهيوني يمتلك سلاح والتقنية، لكن لازم أنت تعزز موقفك اتجاه المجاهدين، اتجاه المقاومين، وترفدهم بالمعنويات. طيب. حتى يستطيعون المواجهة العدو الصهيوني. طيب أرجع لك دكتور هيثم، هناك منذ يوم أمس منذ انطلاق هذه العملية إعلام عربي وعالمي يركز على أو تخويف من الرد الإسرائيلي على هذه العملية طوفان الأقصى، لكن تجاوزات الكيان المحتل على المقدسات، على الدماء، على المدنيين، على المنازل، احتلال المستمر، هو مستمر بهذه الانتهاكات وإغالة بالدم الفلسطيني. بكل الأحوال يجب أن تنطلق فعلا هذه العملية وتصل إلى مبتغاها وتحقق النتائج المرجوة. طبعا هذه العملية هي عملية ضرورية، لأنه الإنسان عادة رغم مخاطرها، رغم كل مخاطرها، الإنسان عادة مستعد للتضحية بنفسه دفاعا عن دينه، دفاعا عن أهله، دفاعا عن وطنه، دفاعا عن ماله، هذا من ثوابتنا كمسلمين. أما من لديه يعني حول سياسي، من لديه تشوه فكري، هذا مشكلته أنه ينظر إلى الأمور بمقياس اللذة والمنفعة أو بقياس الضرر والمفسد.
احيانا انت تقدم على الامر وان كانت عواقبه وخيمه، لانك لا تستحمل الصمت، الصمت تكون عواقبه اكثر وخامه، وعاده المقاوم تكون خسائره اقل من المستسلم. هذا بالتجربه وهذا ثابت بالعيان. الكيان الغاصب اذا لم يتلقى صفعه مثل طوفان الاقصى لن يقتدر عن التجاوز عن مقدسات المسلمين، واذا سكت المسلمون عن هذه التجاوزات قد يلجأ الكيان الى هدم المسجد الاقصى وانشاء ما يسمى باسطوره هيكل سليمان، ويحول القدس بكل معالمها الى مدينه يهوديه لا تمت الى اصولها العربيه الاسلاميه باي شكل من الاشكال. الجرائم التي يرتكبها بشكل متواصل كانت تستحق الرد، وبالتالي اعتقد انه المقاومه لقنته درسا وانها ماضيه من اجل تحقيق اهدافها الاستراتيجيه، وسوف يخضع الكيان وسترى هذا الامر انه سوف يخضع لشروط المقاومه من اجل ان يدخل في مفاوضات. سؤال اخير لكم دكتور، هذه العمليه الى اي درجه ممكن ان توحد الصف الفلسطيني؟ يعني يوم امس دعينا حقيقه من خلال ظهورنا في القنوات الفضائيه كباحثين ومحللين وبصراحة كداعمين لمحور المقاومة، نعم، إنه يجب أن تتوحد الصفوف داخل فلسطين حتى الذين يوجد بينهم خلاف يجب أن ينتهي هذا الخلاف، لأن اليوم هذه أزمة، والأزمة دائما توحد الشعوب، وأزمة مثل هذه يجب أن تتوحد كل فصائل المقاومة وحتى الحكومة الفلسطينية برئاسة السيد أبو مازن، يجب أن تضع أسس لهذا الاختلاف وأن تنهض بكل الفصائل ليكونوا صفا واحدا في مقاومة ومقاتلة الكيان الصهيوني، لأن هذه الفرصة التاريخية ربما لا تتعوض، واليوم مثل ما قال الدكتور ممكن أن نحصل على أراضي ونحصل على أسرى ونحصل على مكتسبات ربما لا نستطيع الحصول عليها، وهذا التشتت ربما يريده الكيان الصهيوني، لكن أنا أعتقد وأتمنى وحسب ما سمعت أنه أكو تقارب لوجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في هذه في هذا اليوم. طيب، رئيس مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري كنت ضيفا كريما، شكرا لك والشكر الجزيل لكم. عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، شكرا لكم ولوجودكم دكتور، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، لكن هذه التغطيات ستستمر طالما استمر هذا الطوفان، طوفان الأقصى، وإلى اللقاء.